السلام عليكم ورحمة الله، وحشتوني جدا جدا. النهاردة راجعة لكم بوصفة بجد فظيعة تستاهل بجد التجربة. هنعمل مع بعض كيكة الكراميل، حاجة كده يعني حلوة قوي في الحر، وحلوة قوي كوصفة سريعة حلوة لضيوف جايولك على غفلة، أو تعمليها للأولاد. طعمها بجد تستاهل التجربة، متأكدة أنها تعجبكم إن شاء الله. بكيك طبعا ناجح ومبتاخدش معانا أي وقت ولا بأي حاجة، وكل ده ببيضة واحدة فقط، وبمكونات كلها عندك في المطبخ. هتطلعيها زي ما انت شايفين كده، قوامها كيك هاش زي ما انتوا شايفين لونها، وشايفين كمان الصينية. بصوا يعني بجد رهيبة، هتحبوها جدا ان شاء الله. وصفة النهاردة تعجبكم، اتمنى تشرفوني على القناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم وصفاتي اول باول. يلا بينا على المقادير ونسمي الله. اول حاجة هنا انا معايا كوباية من السكر، طبعا السكر حسب الرغبة، لو مش عاوزة سكر كتير ممكن تخليها كوباية الا ربع. عندي هنا كوب حليب وكوب زيت زي ما انتوا شايفين، الكوبايات كلها المعمارية واحدة اللي انا عيرت بيها. معايا كمان هنا معلقة كبيرة من الخل، وهقول لكم برضو الخل بيعمل ايه في الكيك. معايا هنا بيضاية عليها رشة من الفانيليا، معايا بيكنج باودر، ومعايا هنا معلقتين كبار من اللبن البودرة، ومعايا كوباية ونص من الدقيق ورشة ملح. وطبعا باكو دوت الكراميل اللي هو بيبقى موجود في السوبر ماركت اللي احنا بنجيبه. اول حاجه كده هجيب الدقيق، حطيت عليه رشه الملح وحطيت الباكنج باودر، ومعايا هنا كيس الكراميل. هستخدم بس الباودر، وهسيب الصوص الكراميل هركنه على جنب مش هستخدمه دلوقتي، وهقول لكم ليه. هجيب اول حاجه الخلاط، هضيف بقى المكونات، هضيف السكر اللي هي كوبايه من السكر. طبعا انا مستخدمه اللي هي المجات الصغيره ومش المجات الشيء الكبيره. وبعد كده بعد ما ضفت السكر ضفت الحليب وضفت الزيت، كله هشتغل في الخلاط. حطيت كمان اللبن البودره، وبعد كده هفضي بقى الكيس الكراميل البودر، فضيه كده كله بقى اهو كده بالمنظر ده. بعد كده هاخده مع الخلاط وهضربهم بالمنظر ده لحد ما انتوا هتحسوا تلاقوا القوام تقيل معاكم بالشكل ده. هفضيه، هعمل كوبايه كده من الصوص اللي احنا عملناه ده، وهسيب نص الكميه او ربع الكميه في الخلاط زي ما هو. هركنه دوت كده على جنب، طبعا اغطي وشه عشان الكراميل ما يشققش معايا. بعد كده هضيف البضاية، طبعا عليها فانيليا، وهضيف معلقة الخل. اول حاجة الخل بيمنع زفارة البيض، تاني حاجة بيدي هشاشة للكيك فظيعة وكده. وبعد كده كمان ضفت الفانيليا عشان طبعا اتأكد ان مفيش اي زفارة في الكيك عندي، وضربتهم في الخلاط. جبت هنا البولة وهضيف الدقيق، المكونات اللي احنا حطينا الدقيق والباكنج باودر ورشة الملح، وخلطناهم على بعض. وبعد كده نزلت بخليط الكيك وهبتدي اخلطهم كده مع بعض. وهيكون هنا مجهزة معايا صينية ديت 24، فببتدي ان انا احط الخليط الكيك بالمنظر ده، وببتدي ان انا بوزعه كده بالباسبتيولا وابتدي افرد فيه. قوام الكيك انا عاوزاه يبقى زي البانكيك كده، بيبقى قوامه اتقل شوية من القوام الكيك، يعني مبقاش خفيف قوي ولا تقيل زيادة عن اللازم. حطيته على الرف الوسطاني لمدة تلت ساعة، وبعد كده خد وش زي ما انتوا شايفين، وبرده من تحت استوى. اختبرته في الخلة وطلع معايا تمام. اول ما طلعت الكيك حطيت نص كوباية من الحليب وحطيت عليها رشة من الفانيليا، ركنتها لمدة 5 دقايق، وبعد كده نزلت بصوص الكراميل اللي احنا الكوباية اللي احنا شلناها في اول الفيديو. هبتدي بقى انزل ايه، بصوا طبعا الصوص الكراميل بصوا تقل معايا ازاي. هبتدي بقى اوضعها على الكيك كده بالمنظر دوت. اوزعه بس كويس عشان اتاكد ان الكيك كله اتشرب. بعد ما وزعتها بالمنظر دوت واتاكدت طبعا انها اتوزعت كويس جدا على الكيك، ببتدي بقى اجيب الكراميل، الصوص الكراميل اللي هو بيبقى مع في علبه الكراميل، وهبتدي اعمل بيها زي خطوط كده، وهعملها بالخله. بعد عملتها شكل كده عشوائي ببتدي ان انا اقطع الكيك، طبعا سبته شوية في التلاجة لمدة نص ساعة، وابتديت ان انا ازينه بالتزيين دوت اللي هو
ريز، وكان عندي تفاح طبعا الموجود عندك، وممكن تخليها سادة كده طعمه فظيع والله العظيم، حاجة حلوة جدا في الحر أو في أي حد جالنا ضيوف فجأة كده، حاجة كده حلوة من الآخر هتعجبكم جدا جدا. أنا خدت كمان شوية من صوص الكراميل وابتديت إن أنا أحط من فوق، وطبعا الكراميل اللي بيتقل معايا لما بتحطوه في التلاجة. بصوا كمان هشاشة الكيك تحفة والله العظيم، طعمها فظيع بجد، تستاهل إن انتوا تجربوها جربوها، وأتمنى إن تنول إعجابكم إن شاء الله. وقولوا لي في التعليقات لو حابين أي وصفة ممكن نحضرها مع بعض إن شاء الله. وصفة النهاردة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.